مشاهدينا إلى محافظة البقاع، رح نروح اليوم مع هند عبود لنتعرف على بلدة من أقضية زحلة وهي عنجر أو حوش موسى. أهلا وسهلا فيك هند. مصبوع. يا هلا هند، اليوم أخذتينا على البقاع. مزبوط. ليه اليوم البقاع وليه عنجر وشو أهميتها؟ عنجر عادة نحن كلنا بنقصدها كرمال أكيد نزور القلعة، بس تاريخها لهالمدينة وللهيدي القلعة كتير غني والعالم يمكن ما بتعرف كتير عنها، وفي كمان أماكن أثرية وحتى طبيعية ممكن نحن نزورها بعنجر كمان العالم ما بتعرف فيها. فمشان هيك اليوم خصصنا هيدي الفقرة كرمال نحكي عن عنجر. هلأ عنجر كاسم هي مكونة من زمان كان اسمها عنجرة مش عنجر، مكونة من كلمتين، عين اللي هي لأنه موجودة على نهر الليطانة، وبحكم هذا الشيء في عين بيروي الضيعة كلها، بتروي الضيعة وتحديدا من زمان كانت تروي القلعة، وقلعة جرة اللي هي القلعة اللي نحن منزورها فوق. هيدي القلعة تم تعميرها بالقرن الثامن على يد هيدي القلعة هلا عم نشوفها بالصور، على يد الخليفة الأموي وليد بن عبد السلام. هو وقتها عمرها وتحدث مع طلب من مهندسين بيزنطيين انهم يعمروا لهيدي القلعه، وبيقولوا هلا انه رغم انه تم اهمالها على كذا سنه بعد محافظه على هيدا الموضوع، لانه من بعد ما توفى الخليفه الاموي اللي كان عايش فيها صار في حروب حواليه وما حدا سكن فيها للقلعه، يعني ما لنا مثل القلعات بلبنان انه حكمها كذا حقبه تاريخيه، لا بس بالحقبه العربيه اللي كانت بلبنان، يعني بقيت مثل ما هي من وقتها مثل ما هي وما حدا دقرها. مشان هيك هي تعتبر من اهم الاماكن السياحيه بلبنان لانها الوحيده اللي محافظه على الطابع العربي والعربي بس، يعني ما انتهكت يعني او نعم ما يعني ما تم تغييرها او ترميمها حتى. مزبوط. يعني او حسنوا فيها وغيروا بشكلها مثل بعدها مثل ما هي، ضلت فتره كثير طويله من الزمن ما حدا دقرها لحد ما اجت اليونسكو واعلنتها واهتمت شوي فيها يعني واعلنتها مركز سياحي فوق بالبقاع. هلا بعد القرن الثامن بس قعد فيها الخليفة، كمان بيقولوا عن عنجر انه هي مدينة أموية لانه هنيك ما صار في خلافات الا على الخلافة، يعني الخلافة الإسلامية فوق صارت، يعني كل المشاكل بس صارت ما صار في غير حروب فوق. يعني كان في مشاكل سياسية اكثر ما انه هي حربية. مزبوط. الأرمن بس صار في الخلافات بين الأتراك والأرمن عام 1939، 5000 لاجئ أرمني اجوا على عنجر. هلا هي ما كان في غير القلعة وما كان في مدينة عنجر، هن الأرمن هن اللي عمروها لهيدي المدينة. وحتى هلا بس تطلع لفوق يعني وين ما تبرمي كله محلات أرمن، يعني بتنبسطي انه هالقد صارت مأهولة. مزبوط. وهلا يعني تقريبا ساكن فيها شي 3000 ساكن موجودين فوق، أكترية أكيد أرمن، يعني بيقولوا أكترية الساحقة هني فوق الأرمن. حتى بالصيف الأرمن بيطلعوا يعني بيكون أكثر توجههم لا على عنجر. مزبوط. هني بيقولوا أصلاً كمان إنه عدد السكان بالصيف بيكون دوبل عن الشتوية لأنه فوق بحكم إنها موجودة على نهر الليطانة، فهيدا الشيء يعني بيكون في ثروه مائيه والعالم بتطلع لفوق يعني بتنبسط فوق، مش هيك بيزيد عدد السكان. هل في نوعيه صناعه معينه، تجاره معينه، اقتصادها، هل عندها اكتفاء ذاتي هالمنطقه بشكل عام؟ هنا يعني اكثر شيء بيعيشوا من التجاره، في كثير محلات فوق، في اسواق كثير كبيره فوق، السكان بيعيشوا من التجاره يعني، وهي تعتبر مدينه يعني منا يعني كل شيء عاده نحن بنشوفه هون بالمدن موجود فوق، يعني منا كثير بعيده عن ما نحن عايشين هون. هلا في ديستنيشنز نحن شفناهم فوق، في غابه مصنوعه من شجر وصراحه بعد لهلا ما بعرف شو نوع الشجر، هلا اذا فينا نشوفهم بعد شوي بالصور وبالفيديو. هل قد هي فريده من نوعها ومش موجوده الا بهالمنطقه؟ انا ما شايفتها يعني بلبنان. هذا الفيديو هلا اللي عم نشوفه، اذا بتشوفوا طول الشجر ورفعهم وكل الغابة هيك يعني على مساحة كتير كبيرة منلاقي انه بس في من هول الشجر، فهيدا المنظر كتير جديد على لبنان، يعني قد صرنا برمين ولا مرة شفنا هيك شيء، وكتير بيهتموا يعني في كتير أراضي زراعية كمان، يعني كتير بيهتموا بالزراعة فوق وبالطبيعة. يعني هذا يمكن البارتي اللي نحن ما كنا بنعرفها بعنجر. شو حلوة هالظل يلي خلقته هالأشجار، بتحس الطريق هيك كلها معمولة من هيدا الشجر يعني كأنه مدخل للطبيعة مدخل على الغابة اللي موجودة هنيك يعني وعلى المساحات الخضراء.
هند كل الابحاث اللي انتم فيها ما قدرت تعرفوا نوعيه الشجر؟ لا صراحه يعني بوقتها ما قدرت التقي حدا لا احكي معه. هي على طريق فرديه يعني كانت فقليل السيارات اللي كانوا عم يقطعوا ما قدرنا نوقف حدا نساله. عودتينا انك هلا اللي عم يحضرونا من عن جار ان شاء الله بدنا نعرف بس بتواصلوا معنا وبيعطونا معلومات عن نوع الشجر ان شاء الله. واللي حلو كمان نزوره بعنجر بس نطلع هي العين. العين موجودة على بعد كم كيلومتر عن القلعة. هلا هي كمان الغابة اللي كنا هلا عم نحكي عنها. قلتينا مساحة كبيرة. مساحة كتير كبيرة عن جد. يعني عادة بس واحد يفكر بعنجر بيقول بيطلع على القلعة، بس حلو لما نطلع نعمل بيكنيك فوق نقعد حد العين، في مطاعم هنيك، ففي غير وفي شلالات كمان عنجر، يعني في محلات للشلالات عنجر. هلا هنا مش هالشلالات الكتير كبار بس حلوين كتير، يعني إذا مثل ما بنشوف هون يعني محطوطين مع الشجر بقلب الشجر. الشجر منظر رائع جدا كثير، المنظر كثير حلو. هل في زراعه معينه طالما هونيك في مصادر للمياه وحد نهر الليطاني؟ في زراعه البطاطا والبندوره، هو اللي نحن شفناهم هونيك، وشفنا كمان شجر ليمون. يعني في جميع انواع المزروعات كانوا فوق، يعني شفناهم فوق بهيدي المنطقه. شو ميا بنطلع هالويك اند على عنجر؟ كثير حبيت الفكره. ومثل ما قالت هند يعني نحن عاده بنقول انه عنجر يعني القلعه، بس معك اليوم اكيد تعرفنا على طبيعه عنجر الحلوه، واكيد السكان يلي رح نكون عم نزورهم ونزور السوق التجاري كمان. مزبوط. بعنجر هالمدينة الحلوة. هند بتحب تضيفي شيء على هالمنطقة المميزة؟ لا بس بدي أقول بعد شغلة عن القلعة، أنه عن جد هي شيء فريد من نوعه بالشرق الأوسط مش بس في لبنان. لأنه بعد فيها الحمامات العربية والأسواق العربية، يعني حتى بقلب القلعة كان فيها أسواق، والعمار العربي اللي عن جد ولا ممكن لقيه بغير محل موجودين بهيدي القلعة الأثرية. حلو أنه ببلدة واحدة عم بتزوري، يعني في أثارات تاريخية، في أسواق تجارية، في طبيعة حلوة ومساحات من مزبوط. الشجر بقى بلدة فيها تنوع كتير كبير، لازم أكيد نزورها. هند عبود شكرا لك كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. بدك تقولي لنا الأسبوع القادم لوين رح تخدينا؟ هلا ما نجرب نطلع على التلج إذا كان تقسم منيح. إن شاء الله تتلج ونطلع على التلج سوا كمان من بعد الويكند بعنجر. خلص أهلا وسهلا فيك يا هند.